السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده برنامج اسمه كريتا، ده برنامج منافس او بديل للفوتوشوب، هو برنامج مجاني تماما اوبن سورس. خلينا نبدأ معاه. ممكن تعمل دراج اند دروب للصورة وتفتحها، او ممكن تقول له انا عايز نيو فايل فبيبدأ يقول لي كاستم دوكيومنتيشن، او انت عايز مثلا كريت فروم كليب بورد ياخد المقاس اللي موجود في الصورة اللي موجودة في كليب بورد، انيميشن تمبليت، كوميك تمبليت، ديزاين وهكذا. ممكن تقول له كاستم وتبدا بقى تحدد المقاس بتاع الصوره، السايز بتاعها مثلا A4 فبيبدا يحدد لك A4، هل هي عايزه بالافقي ولا راسي زي ما انت عايز، هل انت عايز المقاس بالانش ولا بالمليمتر ولا بالبكسل، درجه الريزوليوشن زي ما انت عايز، الموديل هل انت عايز ار جي بي الفا ولا عايز عندك هنا الاكس واي زد الار جي بي سي ام واي كي، تبدأ تختار اللي انت عايزه وبعد كده بتقول له كرييت فبيبدأ يفتح لك الصورة بالشكل دوت. تقدر تكتب تكست زي ما انت عايز، طبعا هنا الليرات زي الفوتوشوب بالظبط. هبدأ احدد وتكتب بقى التكست اللي انت عايزه وبعد كده بتقول له سيف كلوز، بتبدا التكست اهوت. تقدر تغير اللون زي ما انت عايز، تقدر تغير الخصائص برضو زي ما انت عايز، لو انت عايز تتدرج في الالوان او عايز تغير ماستر سايز زي ما انت عايز. تقدر ترسم مثلا مربع بالشكل دوت اهوت، دايره، وكل حاجه طبعا تقدر تظبط الالوان بتاعتها. هتلاقي عندك خصائص الايديت اللي هي كوبي بيست و الفيو، تقدر تشوف مثلا عايز تشغل الفول سكرين او تقفله، تشوف الجريد تساعدك في الشغل بتاعك، الايمج خصائص الصورة، روتيت اللايرات، تقدر تعمل اكتر من لاير تتحكم فيها وتخفيها وتعمل لها سبليت او ترانسفورم او تعمل لها ميرور بالشكل دوت. تقدر تعمل سيليكت على بعض العناصر، تقدر تطبق فلاتر زي ما انت عايز، تقدر تزر بعض الويندوز الجديدة، تقدر تغير شكل الزيمز. فهو في بعض الاختيارات الجميلة وكل ده مجاني اوبن سورس، مش هتدفع خالص. ممكن تعمل مثلا ملء اللون ممكن نعمل لها مثلا لير جديدة اهيت، تبدأ تختار بقى اللون اللي انت عايزه. شكرا.